لو انت عريس لسه متجوز قريب، فاحنا النهارده جايبين لك خبر هيفرحك بجد، وده لان الحكومه هتدي لك كارد قيمته 10000 جنيه. ده بجد؟ ايوه ده حقيقي. لو انت سنك صغير ومتجوز قريب خليك معانا في الفيديو ده، واحنا هنقول لك ازاي تقدم على الكارد ده وايه الاوراق المطلوبه بالظبط. انا ملك ريان، تابعونا. دلوقتي اي شاب متجوز جديد هيقدر ياخد كارد قيمته 10000 جنيه من بنك ناصر الاجتماعي بكل سهوله، وده لان البنك ده معروف عنه انه بيقدم خدمات لكل المصريين وبيدعم كل الفئات. الجميل بقى ان بنك ناصر بيقدم الكارد ده بدون فوائد، بس لو قدمت عليه هتدفع مصاريف اداريه بسيطه، والمفاجاه بقى انك هتسدد الكارد ده عن طريق انك هتدفع اقساط شهريه بسيطه لمده 3 سنين. والله يا بلاش. طب يا ترى ايه مميزات الكارد ده؟ بص يا سيدي انا هقول لك. بنك ناصر الاجتماعي بيقدم مميزات كتيره لكل العرسان حديثي الزواج اللي هقدمه على الكارد ده. اول ميزه فيهم انه بدون فوائد، يعني مش هتدفع جنيه زياده. تاني ميزه بقى انه متاح للموظفين اللي شغالين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العامة. طب يا ترى إيه هي شروط الحصول على كارد حديث الزواج من بنك ناصر الاجتماعي؟ هي أوراق بسيطة أنت بتقدمها وبتاخد الكارد فوراً منهم. وأول حاجة إنك لازم تقدم قسيمة الجواز بتاعتك، بس خلي بالك لازم يكون معداش على تاريخ الزواج ده أكتر من 7 سنين، يعني لو عدت ال7 سنين دول طلبك هيبقى مرفوض. وفي أوراق مطلوبة عشان تقدر تاخد كارد حديث الزواج من بنك ناصر الاجتماعي، أولهم إنك أنت وزوجتك لازم تقدموا مفردات مرتب، ولازم كمان تقدم وصل مرافق غاز وكهرباء وطبعا يكون حديث. كمان لازم تقدم صورتين لبطاقتك انت وزوجتك، وكمان تقدم ورقة الرقم التأميني مطبوعة اللي هي برنت تأمينات، وكمان هتقدم تعهد بتحويل الراتب على البنك بعد الموافقة على الكارد. بس خد بالك في شرط مهم جدا عشان تقدم على كارد حديث الزواج، وهو وجود ضامن حكومي بنفس الأوراق اللي هتتقدم بيها للكارد لكن بدون قسيمة الزواج. وكمان لازم يكون عنوان البطاقة بتاعتك هو نفسه اللي موجود في إيصال المرافق، سواء وصل الكهرباء أو وصل الغاز. طيب هل لو قدمت الورق ده هاخد الكارد بسرعة ولا الأمور بتمشي إزاي؟ أنا هقولك. عشان تقدم على الكارد ده وتاخده بسرعة لازم تتأكد إنك قدمت كل أوراقك كاملة لأقرب فرع بنك ناصر قريب ليك. وخلي بالك بنك ناصر فروعه موجودة في كل أنحاء الجمهورية، وبعد ما بيتم مراجعة الأوراق بتاعتك من موظفين الفرع، وده عشان يتأكدوا إنها صح وكاملة، بيتم الموافقة على الصرف فوراً ليك. ولو انت مش عارف، فبنك ناصر بيطرح قروض بشكل دائم بدون فايدة، وده طبعا بيرجع لقانون نشأة البنك واللي بيستهدف دعم الفئات الاجتماعية والأسر الأولى بالرعاية، وعشان كده البنك ده بيخضع لوزارة التضامن الاجتماعي ومالوش علاقة بالبنك المركزي زي البنوك التانية. لو انت بقى عريس جديد قولنا رأيك في المنتجات المصرفية اللي بيقدمها لك بنك ناصر عشان يدعم المصريين، وهل ممكن تفكر تقدم على كارد حديث الزواج الجديد ولا لأ؟